ماري وديك في طريقهما إلى منزل السيد كوربين الآن، ومعهما بيتشا الذي أحضرهما من لندن، وقد كلف بنقل أوامر السيد كوربين إلى السيدة ميدروكو كي ينال الطفلان العقوبة التي يستحقانها. تفضلوا. شكرا جزيلا لك يا بيتشا. أنهى كني السفر. طوال هذه المدة لم يكن لدي عمل سوى البحث عن هذين الطفلين حتى وجدتهما أخيرا مصادفة. شكرا لك. سيعاقبان. هذا ما أوصي به السيد، إبعاد ديكون عن المنزل وحبس ماري في غرفتها. سيدتي لا تتساهلي معهما. أعتمد علي يا بيتشا. ديكون؟ سيدتي ديكون ليس له ذنب، أنا طلبت إليه كي يرافقني إلى لندن، فاصفحي عنه أرجوك. لا تقلقي عليه يا آنسة، سأصفح عنه. حسابك العسير في البيت، امشي معي الآن بسرعة. ناتال. نعم. لا تخبري السيدة كول بأن الآنسة ماري عادت من لندن، هل فهمتي؟ فهمت يا سيدة ميدروكو. أحمد الله على عودتك بالسلامة، أقلقتنا عليك، ارتاحي قليلا قبل تناول الطعام. شكرا يا مارسا. كيف هي صحة كول؟ إن السيدة كول بخير. ماذا سأقول له؟ ذهبت إلى لندن وعدت منها من دون تحقيق هدفي. أخشى أن يغضب مني ويلومني على ذلك. سأذهب إليه في الحال لأخبره الحقيقة. من؟ أنا ناتال. تفضلي. أحضرت الشاي والحلوى. سمعت صوت العربة منذ قليل، من الذي أتى بها؟ لا أحد. سام استخدم العربة في مهمة. اعتقدت أن ماري قد عادت، ترى لما تأخرت علي؟ السفر من لندن إلى موا يستغرق وقتا طويلا يا سيدي. باتي؟ ها؟ ناتال، أيمكنني أن أعرف لما كذبت علي؟ أنا أنفذ الأوامر يا سيدي. ناتال، ماري عادت إلى المنزل، صحيح؟ سأنصرف عن إذنك يا سيدي. لما أتت باتي وحدها؟ أين ماري؟ ما الذي تخفونه عني؟ سيدي، لا شيء، عن إذنك السيدة ميدروكو. ناتال، لا أريد شايا ولا حلوى، لن أتناول شيئا. وما السبب؟ أريد رؤية ماري. لن تستطيع رؤيتها، السيدة ماري محبوسة في غرفتها بأمر من السيد كوربين. ماذا؟ محبوسة؟ حافظ على هدوء أعصابك، سأحضر لك الشاي ثانية وأرجو ألا ترفضه يا سيدي. سأنسى ما فعلته منذ قليل ولن أخبر ميدروكو. مهلا، اسمعيني، لن أتناول أي شيء حتى أرى ماري وأطمئن عليها، أفهمتي؟ تفضلي. لا، لا أريد شيئا،
ولن أتناول شيئا حتى أرى كول وأطمئن عليه. لكن هذا ممنوع، فكما تعلمين لا يستطيع أي واحد منا تجاوز أوامر السيد كوربين. ساعديني لأقابل كول ولن أخبر أحدا بذلك. لا، أخشى أن تعرف السيدة ميدروكو فتطردني من البيت. استأذني ميدروكو، افعلي ذلك من أجلي أرجوك. مستحيل، مستحيل أن توافق، صدقيني. للأسف يا آنسة، لن تسمع مني شيئا بعد الذي فعله أخي ديكون. انسي أمري إذن، لن أزيد همومك. حقا؟ إذن تناولي وجبتك. لا أريدها. أخبري ميدروكو أنني لن أتناول أي شيء. أي شيء؟ لماذا تضحكين؟ لا شيء، لا شيء يا آنسة. أعرفك ضعيفة أمام الحلوى. بل أنا أملك إرادة قوية، ولن أضعف أمام الحلوى اللذيذة. ماذا سأفعل الآن؟ أشعر بألم شديد في معدتي. لا، لا أحتمل شماتة مارسا. سوف أتمسك بموقفي. تعبت، يبدو أنني تورطت في حرمان نفسي من الأكل اللذيذ. من؟ باتي؟ أريد رؤيتك حالا. كول. شكرا لك يا باتي. خطرت في بالي فكرة، سأذهب إلى الحمام لأحضر الملاءات وأصنع منها حبلا. الحقي بي يا باتي. السيد كول يقول إنه لن يتناول أي شيء. لماذا؟ هل علم السيد كول بوصول الأنسة ماري إلى المنزل؟ أجل، ألم أوصيك بألا تخبريه بعودتها؟ ناتال، عليك أن تجبريه على تناول الطعام وإلا فسأعاقبك. نفذي الأمر، انصرفي عن وجهي. أتمنى أن تنجح خطتي. آنستي، سوف أفتح عليك الباب. تبدو نائمة. آنسة ماري، آنسة ماري، أرجوك عودي، أرجوك هل تسمعينني؟ عودي يا آنسة ماري، أرجوك. لنحاول مرة ثانية. الحل هو أن ندعه يقابلها. لا، إلا البيت طلبه الآن، فسيعتاد على هذا السلوك دوما لتحقيق هدفه. سيدة ميدروكو، سيدتي. ما الذي حدث؟ لما تركضين هكذا؟ مصيبة، مصيبة، هربت الآنسة. هربت؟ مارسا، لماذا لم تقفلي عليها؟ هربت من النافذة. لم يكن ينقصني إلا هروب هذه الفتاة. مرحبا كول. ماري، أهلا بك. حبسوني في غرفتي فهربت لأقابلك. والآن قولي لي، هل استطعت أن تقابل ماكس في لندن؟ للأسف قبض علينا عمي والسيد بيتشا أمام مكتبه ثم أعادونا. خسارة. ماري، أنا أيضا لم أستطع تنفيذ ما وعدتك به. حاولت أن أمشي لكنني أخفقت. أرجوك لا تيأس، سنحقق هدفنا. ما زال لدي أمل في تحقيقه، أنا لم أيأس. وأنا لدي أمل يدفعني إلى محاولة أخرى. يا آنسة، أين أنت يا آنسة؟ سأذهب وداعا، سوف أقابل كاميرا وأطلب إليها مساعدة عاجلة. فرصتنا الأخيرة. هل ستطلبين إلى كاميرا أن تقابل خطيبها؟ ولن ترفض،
أنا متأكدة من ذلك، فهي لم تدخل علينا بالمساعدة ولا مرة. سأنتظرك. نعم. أنا غير معتاد على هذا. أصغي يديكم، سنذهب معا إلى كاميرا لنطلب إليها المساعدة. انظر حولك يديكم، تأملي الأزهار، بدأنا نحصد تعب سنة. لن نفرط بنجاحنا، لنحمه. تحقق حلمنا يديكم، وسنعرف كيف نحافظ عليه ولن نبيعه بكل مال الدنيا. هيا لنذهب إلى الكاميرا يديكم. أخبروني ما الذي تخططونه يا أولاد. من؟ لن يشي بك. اطمئن يا بني، لن أشي بكما. انزل سأفتح لك الباب. مرحبا، هل انتهت مدة العقوبة؟ لا، لقد هرب. من؟ نعم يا آنسة، هل أعجبتك عنايتي بالحديقة؟ أجل، عملك أفضل من عمل ديكون بكثير يا بن. ماذا؟ الآن لم يعد يعجبك عملي يا آنسة؟ اهدأ يا ديكون، الآنسة تمزح. أظن أن ماكس لن يفسد الحديقة إذا رآها بمثل هذا الجمال. أترين هذه الشجرة الكبيرة يا آنسة؟ كثيرا ما جلس في ظلها ماكس وهو يتحدث مع السيدة التي كانت تأتمنه على أسرارها. أنا متأكد سيحن إلى الحديقة وسيحافظ عليها، وعندها سأمضي بقية عمري إلى جانب الأشجار التي غرستها وربيتها. بن، آنسة ماري ينادونك. فلينادوني حتى يمل ذلك، لن أكترث لندائهم. هيا نذهب إلى كاميرا. أتمنى لكما التوفيق. عادت الطيور إلى الشجرة، عما قريب ستأتي كل طيور موا إلى هذه الحديقة. سأنتظر حتى يأتي ماكس إلى موا وسوف أنفذ رغبتك. شكرا جزيلا لك. أنا قلقة جدا، أخشى أن يكون قد تغير. أنا أفهم ما تعنيه. اسمعيني، إن لم يزل ماكس كما أعرفه فكوني واثقة بأن الحديقة ستبقى على ما هي عليه. آمل أن أجد فيه الإنسان الطيب الذي عرفته من قبل. أتمنى ذلك من كل قلبي. وأنا، كل الأحاديث التي سمعتها عن طيبة خطيبك وشهامته تجعلني متفائلة. جيد، هناك أمل. أنا أرى أن شخصا مثل ماكس لا يمكنه أن ينسى ماضيه، هل توافقينني؟ تكلمي، أنت من يعرف ماكس حق المعرفة، أليس كذلك؟ ما الذي تتوقعينه مستقبلا؟ ما الذي سأتوقعه بعد 10 سنوات؟ لا شيء. أخشى أنه نسيني. لا أظن ذلك، لا يمكنه نسيانك، أنت امرأة رائعة. من يعرفك يا كاميرا جيدا ويلمس ما لديك من حب للخير والعطاء لا يمكن أن ينساك. انزعي من رأسك المحاوف، أنا أعرفك واثقة بنفسك. أول مرة أراك مرتبكة، تمالك أعصابك، استرخي، افرحي. حسنا. يا لكاميرا المسكينة.
إلى هذا الرجل. هل تذكرته؟ قابلناه في حديقة لندن. هل أنت متأكد يا ديكون؟ أجل، أنتما قولا، ألم ألتقيكما في لندن؟ أجل، هذا صحيح يا سيدي، وكنت ملتحيا أليس كذلك؟ ها؟ أجل يا أنسة، كيف حالك؟ بخير، إن احتجت إلى مساعدة فاطلبها مني. ها؟ إنه جرح. هل من شيء؟ نعم. أنت السيد ماكس. هناك جرح في فكك، عرفتك منه. صحيح. من أخبرك بالعلامة؟ كاميرا. كاميرا؟ ولكن لماذا أنكرت هويتك عندما التقيناك في لندن؟ أنا آسف جدا، حدث سوء فهم، ظننت أن هناك من دفع بكما لمقابلتي، وذلك لكي ألغي مخططي في موا. أعترف أنني أخطأت في تقدير الأمور، فسامحوني. حسنا، سأودعكما، ليس لدي الوقت الكافي لأتحدث إليكما، سأنصرف، لدي زيارة مهمة. من ستزور؟ ها؟ سيد ماكس، أتحتاج مساعدة؟ لا، شكرا جزيلا لك، أنا أعرف قرية موا جيدا. كاميرا تنتظرك. أنت تعرفين قصتي. أنا قلق، أرجو أن تعذرني كاميرا لغيابي عنها هذه المدة الطويلة. ماري، هيا هيا. التقى الخطيبان كما توقعت، لم ينسها ماكس، إذن من السهل على كاميرا أن تطلب إليه التخلي عن الحديقة. تجدد الأمل، أليس كذلك يا ديكون؟ أوافقك على هذا الرأي يا أنسة. وهل يرضيك هذا؟ اعترف أمامك بأنه كان يراقبنا عندما قبض علينا. نعم، لقد تألمت كثيرا وقت ذاك، أنتما ذكرتماني بكاميرا. سيدي أصغي إلي، نحن نحتاج إلى مساعدتك، فلا تبخل علينا. حقا؟ أجل، أتذكر الحديقة؟ حديقة خالتي، فتحتها واهتممت بها أنا وديكن. للأسف أغلقها السيد كوربين منذ وفاة زوجته،
هذا صحيح، وماتت كل النباتات فيها. أما الآن فقد عادت الحديقة إلى ما كانت عليه، وحرصنا أن نزرع الأزهار نفسها التي أحبتها خالتي، فامتلأت الحديقة بها وأصبح منظرها يثير البهجة في النفوس. ونأمل أنا وكول وديكن بألا تفسد الحديقة لتبقى نظرة على الدوام. سيدي، هل ستستجيب لمطالبنا وتدع الحديقة لنا؟ لا، لا أستطيع. سيدي أرجوك ساعدنا في ذلك. أرجوك لا ترفض طلبنا. ماكس، أصغي إلى رجاء الطفلين، حافظ على هذه الحديقة إكراما للسيدة التي رعتنا وساعدتنا كثيرا. ماكس، أنا آسف لرفض طلبك، سامحيني. ماكس. تاميرا، افهميني، أنا لي حسابي الخاص. حساب؟ أجل، إنه حساب قديم بيني وبين السيد كوربين، لن أرتاح حتى أنفذ مخططي. هل نسيتي؟ سيدي، سوف أنتزع الحديقة منه والبيت أيضا، وسوف أقيم مشروعي السياحي في أراضيه. لا، لا أرجوك. ماري، كول، يجب أن تتمكن من الوقوف. ما الأمر؟ تبدد أملنا، قابلت ماكس ورفض مساعدتنا. اسمع يا كول، يجب أن تتحسن لتعتمد على نفسك. هيا قم، سيسلم البيت ولن أدعك تدخل المشفى. ماري، ترى ما الذي سيتغير في قرية موا بعد عودة ماكس إليها؟ هل سينفذ العائد مشروعه السياحي؟ وماذا سيحل بأسرة السيد كوربين؟ وأين سيستقر أفرادها؟